اهلا وسهلا. دكتور متحلل تعرفنا بنفسك؟ دكتور مجدي مصطفى، استاذ جراحه القلب والصدر في جامعه عين شمس، ورئيس الرابطه العربيه لجراحه القلب والصدر. اهلا بيك. دكتور متحلل تكلمنا ازاي المريض يستعد لجراحه القلب المفتوح؟ يعني هو النهارده جراحه القلب المفتوح بقت جراحه روتينيه عاديه لا تقتضي اي استعداد خاص، وخصوصا ان بقى جزء منها بيتعمل على وجه السرعه في بعض الاحيان حسب الحاله وحسب التشخيص، وبالتالي لا تتطلب استعداد خاص. المريض كل المطلوب منه بس انه ما يكونش واكل، انه يهدأ ويبقى ملتزم بالتعليمات، والتعليمات بتاعتنا مجرد ان هو بس يعمل الفحوصات الروتينية اللي هي بتجرى بشكل اساسي قبل اي جراحة، انما مش مطلوب منه اي حاجة غير ان هو يسترخي، يعني اذا كان من هواة الموسيقى يسمع مزيكا، اذا كان عايز يصلي ويقرأ قرآن كويس جدا، المهم ان فعلا اي حاجة تعمل صفاء نفسي للمريض. مهم جدا المريض يبقى داخل اوضه العمليات وهو مستبشر خير. الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيقول تفائلوا بالخير تجدوه، فبالتالي مهم جدا ان هو المريض يبقى يعني داخل وهو مرتاح نفسيا ومطمن، وخصوصا ان النهاردة يختلف تماما عما كنا بنعصره احنا من 40 سنة، مش لازم اقول اقدم من كده، لا فعلا، فمن 40 سنة كان فعلا القصة ديت، الجراحة ديت قصة، يعني ده هيعمل جراحة في القلب، ده عبد الحليم حافظ يقول لك لازم نكلم له الدكتور فلان كان عمل تجربة بره في ألمانيا، حاجات بهذا الشكل. احنا بالنسبة لنا النهاردة لا، القصة عادية روتينية زيه زي اي واحد داخل يعمل زايدة ولا داخل يعمل مرارة او داخل يعمل لوز، سواء كان شرايين تاجية، سواء كان الصمامات، سواء كان جراحات العيوب خلقية، يعني القصة بقت روتينية، فبالتالي مش مطلوب من المريض غير انه يسترخي ويلتزم بالتعليمات وما ياكلش قبل العملية، والباقي ان شاء الله ربنا بيكرمه في الباقي. دكتور وحضرتك كان رأيك ايه في المؤتمر السنة دي؟ والله المؤتمر السنة دي هو كل سنة متميز الصراحة، يعني هو ده مؤتمر كتب له النجاح من اليوم الاول، لانه من 2002 الى وقتنا الحالي احنا كل سنة بيبقى فيه اضافات جديدة، سواء على مستوى التنظيم، سواء على مستوى الحضور المتميز من الـ 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 الأطباء بمختلف المستويات من كل أنحاء العالم، ودي مهمة جدا، إن هو نمرة 3 إن هو موجود على الخريطة الدولية للمؤتمرات، كمن من أهم المؤتمرات اللي عالميا اللي بتستقطب أعداد ضخمة جدا جدا من أساتذة القلب والجراحات القلب، إنه من ضمن الحاجات اللي هي مهمة، إن كان زمان كلمة إن هو يبقى أقول لك عضو الجمعية الأمريكية، عضو الجمعية الأوروبية للقلب أو جراحة القلب، تايتل بعيد صعب، لازم تسافري، لازم تعملي مؤتمر، ده قرب المسافات ودخل جاب بتوع البورد بتاع الجمعية الأوروبية والجمعية الأمريكية والأسيوية، ودخلهم لك هنا في قلب في مصر، وبيتي ان دايركت كونتاكت، دي بريفليج رهيب، يعني تميز هايل. فبالتالي النهاردة بقى يعني دخول الأطباء، انت بتقولي ايه الجديد؟ لا ده كل حاجة فيه جديدة، كل حاجة فيه جديدة، فلهذا السبب ده هذا مؤتمر كتب له النجاح لسبب واحد، هو يعني التنظيم الجيد والرؤية الجيدة للمستقبل، او يعني استشفاف المستقبل وازاي ان هو يقدر يتطور علميا واجتماعيا. النهاردة في سوشيال بروجرام للليديز معمول
في منتهى الروعة، يعني في انتماء للبلد، وبيطلعوا للمسترال وبيعمل يعني في حاجات جميلة. فأنا رأيي إن هو من نجاح إلى نجاح، ونجاح مستمر إن شاء الله على طول. ميرسي جدا يا دكتور، سعدنا جدا بلقاء حضرتك النهارده معانا في كارديو. شكرا جزيلا.